السلام عليكم محبة المشاهدين والمتابعين، نحييكم من مدينة النهروان حيث ختام بطولة كأس الأبطال. طبعا اليوم أتحدث عن قمة كروية جماهيرية مثل ما جاي يشاهدون من خلال قناة NS الرياضية. طبعا المباراة ديربي النهروان، الديربي الجماهيري، مباراة لا تخلو عن الإثارة والمتعة. فريق القداسة يلاقي فريق التحرير. طبعا البطولة بتغطية قناة السفاح الرياضية وصوت الزميل المميز أمجد حميد. ابقوا معي ومشاهدة ملخص كامل عن هذا المهرجان الكبير. لا والله ما نهتم على العهد.
يبقى وياك يلتم شوي الدم يلتم شوي الدم صافرة البداية سادتي وحبتي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأجواء المثالية القياسية للأرقام الكبيرة يتحدون المنافسات ويتحدون نمجد من ونضرب من ونكتب لمن في تاريخ كرة القدم في هذا المساء كبيرة القداسة وأكبرهم التحرير بمواجهة يوماتك من قتل على الثين من يكون كبير ومن يكون في متعة المساء سادتي وحبتي عبر ختام البطولة وعبر يكون على مسيرة كرة القدم التحرير يبحثون عن لقب البطولة أحسن النينو هل يضرب بقوة صارخة أو عربيد يرد الأفعال في الكابوس المظلم الساد الجوهرة هيجان الساد الجوهرة غليان الساد الجوهرة متعة وإثارة الكرة في مكان عادت للأمجاد متواجد في هذا الدار من يكون القوة الضاربة التحرير بكل رجالها اليوم مكتملة جدا والقداسة من يكون القوة الضاربة مصطفى تمرير عودة من جديد وتمرير لازالت متعبة جالية اليوم في دشور كرة القدم اكتب يا تاريخ ما تشاء واضرب في الأرقام القياسية عودة المكان دفاعية تكتب في هذا المساء كنا ومتعة وإثارة وتكتاكة وحدة حاضرة في مكان تمريرة لكن صافرة هذه صافرة من حكم لقاء الاتحادي في ملعب الجوهرة عباس المتواجد اليوم أمامنا بصوت وصولة مع أناس رياضية لكن المباراة تتوقف هنالك لبعض دقائق لكرة القدم تكون هنالك في كل مساء اكتب يا تاريخ ما تشاء وعنون كرة القدم إلى ما يكون الكرة حاضرة في منتصف أرضية الميدان وحدة طويلة وحدة قوية يا روني تمريره عند روني روني يتابع روني صاحب هجم الهدف في الساد المغلق أن يكون هنالك في مجهات الختام اليوم أمام من للقوة الضاربة والقوة الصارخة ولأن تكون هنالك لولاء الانتصارات الكبيرة الذي تحقق في هذا المساء في الساد الجوهرة في متعة الجماهير شوفوا شاهد بعينك أناس رياضية في ديربي كبير عبر منصة اليوتيوب أي تشاهد لقطات أي نشاهد رسالة إلى كل الملاعب هل لديكم كهذا المدرج هل لديكم كهذا الجمهور هل لديكم ماذا يقولون هنالك في هذا ديربي مباراة ممتعة مباراة مثيرة لديربي القمة لديربي الانتصارات بالسلامة لله بالسلامة لله جعفر هنالك حديث كبير لا يدرس هنالك مع المدرب ومع اللاعب هل يكتبون هنالك حسين النينو المتابعة على لقطات السينما يستدعي أحد اللاعبين هل تسمع يا علي شولي يستدعيك مويا يقول لك ختام في بطولة هذا المساء الخروج من غير كاس ممنوعة يا جماعة اليوم المباراة ما تقبل الحل ولا التحليل ولا قسم على الثلن الختام والعبرة في الخواتيم عالية يقاتل هذا الرجل لأجل من؟ لأجل شعار فريقه لأجل من؟ يكتب في تاريخ هذا الفريق نعم جعفر بشار يكون هنالك من القامة الطويلة والكبيرة جدا في خطوط دفاعات هذا الفريق نعم التحليل يبحثون عن منافسة جدا جميل ومتعة قمة في كلاسيكو يجمع بين القداسة وبين يكون التحرير كرة مر كرة مر كرة مر كرة مر كرة مر لكن تكون طويلة لكن عادت مجددا لتكون هنالك لجعفر بشار تكون عند روني روني مار روني مار روني مار روني مار روني مار لكن صافرة حيتم لقنها المسيرة عن ليلات التاريخ عاد راجل مار الكرة في مكان لكن ما يكون الكرة قوية لكن سقوط على أرضية الملعب جميلة متعة اليوم جميلة متعة اليوم علي شوني التمريرة لحمود التمريرة إلى الأمام واحدة لعباس يداني مر لكن عودة إلى منتصف أرضية الملعب والدفاع المتواجد المستغنين اليوم حرج
هذا الفريق أن تكون هنالك متكامل من أن تكون هنالك لعبوت الزبي. لكن اليوم هيا التحرير تبقى قوية، الكرة في مكان، عادت بالشديد على سوريا الطرق، لكن صافرة 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 صافرة. تشويق، مباراة التيكي تاكا، لازلنا نتابع عن قدرة الكرة. الله هدف توب، هدف توب، خلوها على اليوتيوب، هدف توب، هدف توب، خلوها على اليوتيوب. شوف 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 شوفها شوفها شوف 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 شوف. الله على هدف أول لصالح التحرير هنا بانسيابية جميلة، كرة لا زالت حاضرة، عباس زيدان انطلق. نعم الكرة في منتصف الملعب، كادت هنالك لسجاد إلى أن تكون هنالك على منصة التتويج، لكن من يكون قوة الضاربة؟ أجواء خيالية متحمسة للانتصار، جماهير تكتب لهذا المساء. شوف يا لما تشوف، انتظر، إنها متعة في استاد الجوهرة في مدينة النهروان. نعم من يفعلها؟ أولاد مصر في الديربي يشعلون غليان، يشعلون النار، يشعلون البركان ما بين كبار كرة القدم. اضرب يا تاريخ أن تكون الأرقام القياسية. الكرة عند روني، روني روني روني، والتصويب لكن إلى خارج الملعب. لا زال التقدم لابد أن يكون هنالك لصالح التحرير. حمودي لا زال، حمودي لا زال التقدم، لكن هنالك سامي، والإبعاد تكون هنالك في منتصف أرية الملعب. عودة من جديد والمحاولة تمريرة صافرة ومخالفة، احتسب حكم لقاء. خلاص 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 حكم لقاء السيد عباس الحكم الاتحادي لاستاد الجوهرة. الكرة في مكان، عادت مجددا تكون هنالك في اللقطة الماضية تمريرة، لكن تكون هنالك مباراة ممتعة لكن صافرة حكم لقاء تعلن. هنالك انتهاء الشوط الأول، لا تذهب بعيدا، لنعود معكم من جديد في شوط المدربين الثاني. لك الكلمة زميلي ميقات، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي عودة مجددا لمجريات الختام في الشوط الثاني، في الحكاية والرواية الكبيرة الذي كانت 1-0 في الشوط الأول. نعم ينظرون إلى الوقت، حكام اللقاء في هذه المباراة وفي هذه الأجواء لما تكون هنالك تكتب في علامة الانتصار الكبيرة. نعم طارقة نكون هنالك صافرة البداية من حكام اللقاء عباس شبار والكابتن الرئيس ياسر مزيد المتواجدة هنا في هذا الحدث، أن تكون في قمة في قمة القمم، أن تكون الكرة مر لكن تكون عباس جبار المتواجد اليوم في استاد الجوهرة. الكرة في مكان، عادت مجددا، أن تكون في ديربي كبير، لكن من يضرب بالقوة الضاربة الكبيرة. الكرة في مكان، عاد مجددا لتكون أو لا تكون في اللحظة الماضية كرة مر. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، لكن كرة طارق. نعم توثيق جوي، توثيق جميل، أناس رياضية تكون هنالك في لحظات سينمائية. ديربي كبير، شوف المنظر، شوف 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 المنظر، شوف شوف، هل تشاهد عينيك هذا المنظر الجميل؟
هل تشاهد ماذا نشاهد داخل هذا الدار؟ أستاذ الجوهرة تشهد غليان أمام الجمهور نافي وتعشوف. يا عيل يا عيل يا عيل يا عيل، شكرا يا مخرجنا، شكرا يا حبيبنا، شكرا عزيز المشاهد شاهد عبر طائرتنا. نعم لقطات جوية. الله يا عيل يا عيل يا عيل، من الطائرة التي تحلق في هذا الملعب. الجوهرة تكتب أحلامها، أولاد مزهر يكتبون هذا التاريخ. شوف يا عيل، شوف شوف الطائرة، شوف شوف نهاد ماذا يفعل، شوف نهاد ماذا يقول، شوف لقطات السينمائية، لقطات درامية، لقطات جوية جميلة عبر الطائرة. شوف يلي ما تشوف شاهدها بعينك، وانتظر الأحلى والأجمل في لقطات سينمائية، في لقطات جوية. شوف منظرها، شوف متعتها، شوف إثارتها، شوف بطولتها، شوف أستاذ الجوهرة، شوف الجمهور. تكتب للتاريخ كرة مر لوية من تكون هنالك في هذا الدستور. شكرا لكل الجماهير، شكرا لمن يعشق كرة القدم كبارا وصغارا، يعشقون الديربيات الكبيرة. وعسى أن تكون هنالك في الختام. شكرا لهذا الجمهور الغفير، شكرا لهذا الجمهور الذي يملأ هذا الملعب بالكامل. الكرة في مكان عادت مجددا لتكون في لقطات سينمائية. الديربي الكبير ومتعة هذا المساء لما تكون. ويكتب تاريخ عالما وحدة عالمية 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 عالمية. نعم يا تحرير كرة مر صافي لحاضرة. وهذا اللقاء مع الرئيس ياسر مزيد، مواجهة كبيرة وعظيمة جدا بين القداسة وبين يكون هنالك أبناء التحرير في مجلة هذا الختام. نعم أولاد مزيد يكتبون هذا الكابوس للدرب الكبير. شكرا لكم وشكرا على ما تقدمونه. أمام في قمة المتعة لصالح التحرير. نعم كرة مر لكل اللاعبين، بالسلامة لكل من يسقط على أرضية الملعب. شوف القداسة لابد أن تكون ما بين التاريخ وما بين الختام. أيوة خطات الكرة في مكان ملعوبة من حراسة المرمى. الجنبي عن جعفر بشار، الكرة في مكان راسية، لكن هناك ملح التحرير في منافسة كبيرة، مباراة ممتعة. الكرة في مكان تصويبة لكن إلى خارج الملعب. التحرير يبحثون عن منافسة. حسن أحمد لا زال بالتصويبة الماضية. الكرة في مكان عادت مجددا. المحاولة تمرير كبير على أجواء خيالية، أرقام قياسية. يا سلام يا سلام يا أوروبا. ركلة ركنية يحتسبها حكم اللقاء. أيو الديربي يا شال وأيو مجددا.
جاءت الختام، الكرة في مكان ركلة ركنية ملعوبة راسية قوية. لا 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 لا، حرام ما تكمل يا جماعة، حرام ما تكمل 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 تكمل، لكن الكرة في منتصف الملعب ملعوبة في ختام البطولة. العبرة في الخواتيم أيها السادة، واحد واحد نشاهد السومة. شوف يا في لحظات سينمائية في دستور كرة القدم، يخرج الكرة في مكان، عادت مجددا عن جعفر بشام، الكرة ملعوبة محاولة عن سامي، سامي لازال، الكرة لشعراوي، الكرة في مكان حمودي السعاد، الكرة في مكان عن الشوري، يا سلام، يتقدم ويبحث عن الانتصار، لكن عادت إلى حراسة المرمى، سجاد يلعب الكرة في مكان، عادت لسجاد، الكرة عند حسن أحمد، المحاولة أمامية ملعوبة، المحاولة مستمرة، الكرة حذاري 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 يا حلي، لكن إلى خارج، لكن الكرة تفعل ما تكون إلا في لقطات السينما. الكرة في مكان عند علي الشوري لازال، هاريكين يتابع، الكرة في مكان تسويبة يا رب على اللحظة الماضية، لكن طالت إلى خارج، عادت بالجديد، الكرة عند روني، روني يتقدم، عادت عند هاريكين، هاريكين يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا علي، لكن الكرة والدفاع يتدخل في اللحظات الماضية. شوف المتعة، شوف اللمسات، شوف التاكي تاكا ملعوبة، لا 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 لا، هاريكين 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 هاريكين، الله روني، لكن لم تأتي ولم تتغير النتيجة، لم تتكسب حكم لقاء سادتي وحبتي تصويبا يا رب، هاريكين نعم يا هاريكين نعم يا هاريكين، لكن الكرة طالت إلى خارج الملعب. اشعل النيران، اشعلوها اشعلوها، لا تتوقف، اشعلوها واحدة، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، نعم، لكن هناك سادة عند احضان حارس المرمى، ديربي اشعل بالنار، اشعلها يا رجل، لا 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 لا، ما فيها شيء 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 ما فيها شيء، حكم لقاء بالاستمرار، نعم في ديربي، إنها الأخيرة إنها الأخيرة إنها الأخيرة إنها الأخيرة، الله روني روني روني، الكرة لا خارج الملعب، لا 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 لا، طالت يا علي، طالت 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 إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركنية، تحولت إلى ركنية، تحولت إلى ركنية، تحولت إلى ركنية، الكرة في مكان، روني لا زال يبحث عن المنافسة في الأخير، الله صافرة صافرة صافرة، أنا تام، نعم أنا وياكم إلى ركلات الترجيح، أنا وياكم إلى ركلات الترجيح. جعفر بشار، التحرير، أن تكون هنالك على وجهات الختام، الكرة الأولى، الكرة الأولى، أمين في الحراسة، جعفر الله، صلاح البحر رجعت، الكرة لا زالت، لكن هنالك في اللحظة الماضية ضاعت، يذهب إلى الفار، يذهب ماذا يقول، بلنتي نعم، لا تكون، يس ولا نو، يس ولا نو، يس ولا نو، يس ولا نو، يس ولا الفار ماذا يقول، ماذا يتحدث؟ نعم، إذن هنا في هذه الأجواء أضعها إلى خارج أرضية الملعب، نعم هذا الفار قللوه، نعم هذه على طريقة الكبار، نعم الكرة في مكان، أجواء خيالية، مصطفى على التنفيذ، هاريكين في الحراسة، الكرة الله، الهدف الهدف الهدف، نعم ابنا، التحرير التحرير، هل يكتبون التحرير؟ عبر زيدان عبر زيدان، الكرة الكرة، الله التحرير، هدوني روني يتقدم، روني لازال، المتعة واللمسات السحرية، هل يكتب هاريكين؟ هل يكتب هاريكين؟ روني 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 روني، نعم هاريكين في الحراسة، هاريكين هل يضربها في مقياسها الكبير؟ هل يسجلها؟ روني يتقدم يتقدم، الله القداسة على طريقة روني وأصدقاء روني، الكرة في مكان في لقاء
لقطات جميلة ممتعة مثيرة. يا رجل لمسات يا رجل لمسات يا رجل لمسات يا رجل أمير في الحراسة يا رجل على التنفيذ رو أرجل يا سلام من علامة الجزاء يحاولون انتصار يعوهو بطاقة صفراء نعم يحاولون الإزعاج لهذا اللاعب يحاولون إزعاج هذا اللاعب تكمل 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 مبروك للقداسة لكم التحرير القادم أفضل القادم أفضل هنا في هذه المجريات الختامية والتربي يشعلون النار هؤلاء القداسة يكتبون التاريخ هذا لكم التحرير القادم أفضل قدمتم عليكم وكتبتم تاريخ لكن هذا الحظ لم يقف مع التحرير عذرا يا تحرير بوصيف البطولة لكن هناك أبطال والقداسة إلى منصة التتويج شكرا للطاقم التحكيم المميز السيد عباس جبار الحكم الاتحادي وهذا يكون هنالك الرئيس ياسر مزيان شكرا لقناتنا الناقلة لهذه السفاح وأن يكون هنالك الفوتوغرافي إمهاوي الملك تقبل تحياتي أنا محدثكم أمجد حميد إلى اللقاء. لا والله ما نهتم لا والله ما نهتم عالعهد نبقى وياك يلتم شوي الدم يلتم شوي الدم يحجون ما يحجون لا والله ما نهتم لا والله ما نهتم عالعهد نبقى وياك يلتم شوي الدم يلتم شوي الدم من الصغر نهواك Yeah.